أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم السقر التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد، أيام الرحمة الإلهية الكبرى التي تحط عندها الذنوب حطا. ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور من آل بيت محمد عليهم السلام. انتهى بنا الحديث في الجلسة الماضية عن عنوان العهد الإلهي، وتعرضنا لمباحث كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث آل محمد عليهم السلام عن عنوان هذا العهد، ودخلنا في عنوان الاستئذان في زيارة السرداب لحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا أن هذا الاستئذان وارد لخصوصية حضرة إمام الزمان وليس لغيره من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الاستئذان الذي فيه من دائرة المعارف ما فيه عهود الله سبحانه وتعالى، بخصوصية إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، كونه الكلمة الظاهرة والنور المتألق والضياء المشرق الذي ظهر وليس في رقبته عهد لا من تقية ولا من إخفاء، وخفي عن أعين البشر حتى لا يلزمه ضعف شيعته من أن يوقع مع أعدائه تلك العهود. وما جرى من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما ألزموا به أنفسهم من عنوان التقية وغيرها هي للحفاظ على أشياعهم وأوليائهم، ولو خلي الأمر لأنفسهم لما نزلوا على هذا العالم ولا ما وطأت أقدامهم هذا العالم. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الصادق عليه أفضل صلوات الله وتحياته يقول: إن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وإن من أمرنا أيضا لأمر خلق الله، كان تنزل من هذا العنوان، خلق الله سبحانه وتعالى له أناس خلقوا من طينتنا وخلقوا من نور آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وبذلك حملوا ما حملوا من أمرنا. وحين ذلك إمامنا الصادق عليه السلام يبكي لهؤلاء ولقلتهم في دار الدنيا، فيدعو لهم ويسبل دموعه: اللهم لا تسلط عليهم سلطانا مخيفا، إلى أن يقول، وهي العبارة التي أردت أن أستشهد بها: اللهم أحينا محياهم وأمتنا مماتهم. لم يقل الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أحيهم محيانا وأمتهم مماتنا، بل آلام الإمام وتنزل الإمام لهذه الحقائق لشدة ما سوف يصل من آلام وذئاب تهجم على هؤلاء الحملة
لسر آل محمد عليهم السلام. فمواساة لهم إمامنا الصادق عليه السلام يطلب من الله أن يجعل حياة مقام الإمامة مواساة لهؤلاء الحملة. وأي رأفة بعد هذه الرأفة؟ إذا تألموا آلمنا يا رب معهم لنكون نحن شعارهم الذي يصبر على ما يحملونه. فتأذينا لأجلهم وتحملنا لأجلهم وبلغنا من الحياة ما لم يبلغه أحد منهم حتى لا يستوحشوا مما سوف يصب عليهم. مع إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو الكلمة الباقية وهو بقية الله وهو بقية الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو الكلمة المنتقمة والكلمة المتألقة غار حتى لا يلزم نفسه عهد بسبب ضعف الشيعة. غاب من أسباب الغيبة وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا هذا العنوان وهذا الأمر. وأن من أهم هذه الأسباب هو الضعف. إن إمامكم علم أنه لو ظهر عليكم لخالفه منكم قوم، ولكن لو خالفوه لدخلوا بمخالفته النار، فآثر غيبته على أن يدخل أناس من شيعته النار حتى يخرجوا ما في ودائعهم فيكونوا هم أنصار إمام الزمان. كجده سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الحقيقة واحدة. هذا الليل فاتخذوه جملا، ألا من سمع واعيتي ولم يجبني فهو في النار، فيدلهم على الطريق الذي ينجون به. نحن دخلنا في عنوان ظهور الكلمة الإلهية التامة، وقد عللها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يمن في هذا اللقاء من البركات التي تتنزل من السماء والأرض وتكمل بوجوده العقول أول ما يخرج حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، يضع يده على رؤوس العباد فتكمل عقولهم وتبنى أحلامهم وتكتمل أحلامهم. من البركات التي لا يمكن أن نتعطلها لا في مجلسنا ولا حتى في الروايات شأنها تنتظر عنوان الظهور، عنوان يوم يأتي يفتح للأمة 25 حرف بعدما لم يبعث أنبياء الله من الذين مضوا لحد يومنا هذا إلا بسوى حرفين من العلم. هذا غير مقدور الحديث فيه، ولكن اليوم بهذا اللقاء مرهون. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع للقلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. وقدمنا فيما مضى أن من خلال هذا العنوان علينا أن نحدد العهد لندرك حقيقة الوفاء، ومن خلاله يتم الوصول إلى حضرة إمام الزمان لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم المشاهدة على حق المعرفة وليس على المعرفة. وبين حق المعرفة والمعرفة كما يقول إمامنا الباقر عليه السلام حينما يأتي قوم من مواليه يقولون له إنا نصف إمام الزمان غير الذي عليه الناس، فيقول لهم والله إنه لو ظهر الحجة هو الذي يحتج عليكم بذلك وليس أنتم ممن تبلغونه. فإذا هو الكلمة الظاهرة والكلمة المنتقمة والكلمة المتألقة والضياء المشرق، فكيف يمكن أن يكون في رقبته عهد يخفي حقيقته؟ وهذا هو سر الغيبة في ضعف أوليائه. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع للقلوب في الوفاء بالعهد. قدمنا في الجلسة الماضية أن إذن الدخول لزيارة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى هكذا شهادة على بابه، ليبلغ من بلغ
عنوان المشاهدة بحق المعرفة، فيستحق من خلالها عنوان الزيارة، ويكتب زائر لمقام الولاية الظاهرة التي سميت في هذا العالم بحضرة إمام الزمان. إنسان يرسم من عقله وجود لإمام الزمان قد يكون زائر لوجود لشخص لا مثيل له في هذا العالم، ولكنه ضعيف أمام الملائكة فضلا عن الملكوت. يمكن أن ترسم في ذهنك شخص مكتمل عظيم عريض، فتضع له حد، فتضع له رسم، وبالتالي أنت زائر ما رسمت في ذهنك، ولم تكن زائر ولاية إمام الزمان. إن من يريد أن يزور إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، عليه أن يعرف من هو المزار، وما هو الزائر، وما حده، لتكون كل حركاته أمام هذا الوجود مقيدة بوجوده الكبير صلوات الله عليه. لا يحق لأحدنا أن يرسم لإمام الزمان خيالات ذهنه. يجب أن نتعرف على حضرة إمام الزمان، الكلمة الباقية، معلمة الأنبياء الذين شبحت أعينهم ونفوسهم إليه ليتكاملوا في وجوده. وما زال آدم وإبراهيم وموسى ونوح والخضر وغيرهم وعيسى يبكون الليل والنهار حتى يدركوا تلك الرحمة الإلهية الواسعة التي زرعت في كربلاء ونبتت بإمام الزمان، ليكون الخير كل الخير الذي ينشده ملكوت الله الأكبر وأنبياء الله ورسل الله حاضر بين يديه. أنت تريد أن تكون زائر لإمام الزمان، لا تعجب أن هناك بعض الإخوان يرى هذا لم يزرنا وهذا زائرنا. في أناس يكتبون غير زائرين، الروايات عرفت هذا العنوان، ألا من زار الحسين عارفا بحقه كمن زار الله فوق عرشه، كما يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وزائر إمام الزمان يجب أن يكون عارف، لأنه هو الولاية الظاهرة وليس الولاية المخفية. لا يحق لكم أن تتحدثوا عن إمام يتقي، عن إمام مخفي. الإمام الوجود، الهداية، النور، البيان لحضرة إمام الزمان يجب أن يكون ظاهرا، ولذلك غاب، لأنه متى ما حضر يجب أن يكون حاضر بكل آياته التي يسوقها إلى أنبيائه. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ليس عنده عهد معهود من السكوت عن عنوان الولاية، وقد قدمت في الأبحاث الماضية أن المراد من الظهور هو ظهور الولاية وليس ظهور الشخص. إن شأن سليمان عليه السلام وهو عبد من عبيد حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه استطاع أن يملك وجه هذه الأرض، ولكن قدم أن الظهور هو التكامل في 25 حرف من العلم، لأنه متى ما ورث أحد علما ورث قدرة، ومتى ورث قدرة سبقته حكمة، ومتى ورث حكمة سبق العدل في سريان أسمائه. وبالتالي حتى تصبح الموجودات مظاهر إلهية، كل يتحمل بقدره على سريان الأسماء الإلهية في وجوده. هذه حقيقة ظهور حضرة صاحب الزمان. هذا الذي من أراد أن يزور حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه يزوره بهذا العنوان. وإن أنصاره لهم عنوان آخر، لهم عنوان آخر. العنوان للزائر كما ورد في الزيارة وقدمناها، ووصلنا إلى عنوان السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، الذي لا يؤتى إلا منه. معنى ذلك هذا الحصر، النفي، الاستثناء بعد النفي، الذي لا يؤتى إلا منه، يفيد عنوان الحصر. ولذلك من يتصور أنه يستطيع أن يدرك
عنوانا وإيتاءا من غير وجوده صلوات الله وسلامه عليه، هو إنسان خائب الذي أشهد السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا من. والإيتاء سواء كان في هذه الأمة أم غيرها من الأمم يجب أن نرجع هذا الإيتاء إلى وجوده، لأن الباب الإلهي لا يحد بذمن. لم نقل أشهد أنك باب الله في هذه الأمة، بل أسندنا هذه العبارة لوجوده المقدس صلوات الله وسلامه عليه إلى عنوان الإطلاق، فقلنا السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وحصرنا الباب الإلهي في وجوده. فأتيان الأمم من أنبيائهم هو أتيان من، وإن أنبياء الله وأولياء الله وكل وجود نطق عن الله سبحانه وتعالى إنما مرده إلى هذا الباب، منه أتى وفي ولايته نطق، كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: بنا نطق العلماء، بنا نطق العلماء. أشهد أنك باب الله الذي لا يؤتى إلا من، إيتاء حتى ما هو مدرك في العقل، حتى ما يشعل في ضياء النفس وصفحة وجودها، حتى المدركات حتى المشاهدات هي وجوده صلوات الله وسلامه عليه. إن كل الخيرات كما قال الله سبحانه وتعالى عنها مرهونة بوجوده، وأن لم يفتحها إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن فتحها على أي ملكوت ولا نبي مرسل ولا ولي ولا وصي. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما من علم إلا يخرج مني بختم الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. كل خير يجب حصره في هذا، وهذا ما يجب أن نراه في عنوان الولاية الماذا؟ المطلقة، لا مطلق ولاية. أشهد أنك باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وأي إيتاء هو ليس باب إلهي، ويمكن أن يكون باب إله هوى نفسك، باب إله طموحك، باب إله الله الذي نتحدث عنه، بابه حقيقته مظهره هو حضرة إمام الزمان، وأي أخذ من غير هذا هو في إله النفس وليس الله الذي يجب أن يعبد. ولذلك قال السلام عليك، تأكيد لمقام الباب، السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك، فأضاف أن الإيتاء من غيره فيه الهلاك، وبالتالي الإيتاء منه كباب إلهي فيه ماذا؟ النجاة مقابل الهلكة. أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. بعض الذين يتفلسفون يقولون هناك سبيل في سبيل الله وهناك سبيل إلى الله اسمه إمام الزمان. من يقرأ هذا العنوان هو يريد الشرك، هو يريد الشرك. السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى إلا من، فمن تصور أنه يمكن الإتيان بخير من غير هذا الباب فهو ضال أو مشرك أو مغضوب عليه إذا كان معاندا. تأكيد مقام الباب أنه لا يوجد في السير إلى الله غير هذا الباب، وأنه حقيقة السبيل الإلهي، وليس هناك سبيل إلى الله من غيره، في قوله أشهد السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلا. الآن غيره تقول هناك أقوام يصنعون الخيرات ولا يدركون أن هذا إمام الزمان، أن هذا إمام الزمان صلوات الله وسلامه. وجود سلك غيره، وجود إمام الزمان، وجود هذه المعارف، إذا كان قلبه يلين إلى هذا المعرفة ولم يكن يعرف، بل يعرفه بلباس عيسى مثلا، يعرفه بلباس موسى مثلا، يعرفه بلباس داود مثلا، فهؤلاء يتبعون إمام الزمان بلباس أنبيائهم،
ولذلك ورد في الأحاديث أن هناك نصارى قد أدركوا مقام الشهادة بين يدي حضرة سيد الشهداء، وحينما عرفوا أن الحقيقة التي يقسمون بها على الله هذه هي انقادوا إليها وأسلموا ووفقوا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان لديه جار من أهل الكتاب مات فاغتم لأجله، فأتى إلى رسول الله قال له: يا علي، ما بك مغتم؟ قال: إنني جار من أهل الكتاب، كان كلما رآني انشرح صدره وتبسم في وجهه وأسرع إلي وإلى ماذا؟ مساندتي وإلى خدمتي، وكان يحبني يا رسول الله. قال: يا علي، أتحب أن تراه؟ قال: نعم. فكشف عن وجهه وإذ بهذا الرجل من أهل الكتاب في السماء الرابعة في قبة زمرجد منعم بأحسن السرور والنعيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، هذا مقام من أحبك من اليهود والنصارى. هلا كيف الله بيوفقهم حين النزع؟ عندنا في الروايات أن بعض المسلمين يموت يهودي أو نصارى، في عندنا في الرواية من مات ولم يحج مات ميتة يهودية، في العاق لوالده إلى غير ذلك من الذنوب تخرج الإنسان عن عنوان الإسلام. ويمكن أن يكون هناك بعض الحسنات والتي هي رأس العهد الإلهي ولين القلب للعهد الإلهي، وقد عبرنا فيما مضى أن حسن الخلق ممن يتحمل سوء آل محمد، وهذه الرواية ذكرتها في مجالس، لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان أو حسن خلق. وهذه عجيبة، هذه الرواية المروية عن إمامنا الصادق عليه السلام، وهذا حسن الخلق يشترك فيه ماذا؟ من أظهر الشهادتين ومن أظهر دينا آخر. الآن إن لان قلبه إلى هذه الحقيقة وهو يدرك أن لا خير إلا من عيسى وأوصيائه أو موسى وأوصيائه أو داود وأوصيائه، يموت ميتة الأولياء وليس ميتة المسلمين. ذاك الذي أرسله شمر لعنه الله، الذي أرسله عبيد الله، الذي أرسله عمر بن سعد لقتل حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، قال: انظروا في الجيش، ما حدا استرجع الله، انظروا في الجيش يجهل مقام هذا السبط لرسول الله فليجهز عليه وينهي حياته. فنظروا وإذ بهم يرون نصراني، قالوا: يا نصراني اذهب واقتل هذا الرجل. ذهب ليقتل، نظر في وجه سيد الشهداء فتبسم. أنا أريد أسأل، ما الذي جعل سيد الشهداء يتبسم في مثل هذا الوجه الذي هو نصراني والذي جاء ليقتله؟ ماذا نظر في باطنه؟ علّه وجد حسن خلق من خلاله تحمل سر آل محمد. قال: يا هذا، من أي ملة؟ قال: أنا من النصرانية. قال: بالله عليك، هل تلوت في الإنجيل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أتفهم ما هذا؟ قال: لا، ولكن كنا نقسم على الله بهذه الأسماء فيستجيب الله لنا. قال: يا هذا، ما كنت تقسم به على الله، أنا ها هو بين يديك. النصراني حينما سمع هذه الكلمة خر مغشيا عليه وقام بين يدي سيد الشهداء وهو على الرمضاء يقاتل الأعداء ويدفعهم عن حضرة حسين حتى قتل بين يديه رحمه الله وحشر مع أولياء الله وليس مع المسلمين. المسألة في لين القلب. في حديث إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: احذروا، وهو يخاطب الشيعة، احذروا والله إنه سوف يخرج عن هذا الأمر من كان فيكم ويدخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر. يعني أصلاً بعيدين حتى الوثنيين وغيرهم. هذه الحقيقة الذي في القلوب. يمكن أن بعض الناس يسمون أنفسهم شيعة يخرجوا عن هذه النصرة ويعاندون هذه الحقيقة الإلهية، وطرف النصرانية وفي واليهودية وحتى من أهل العامة، وحتى من أهل العامة
قد تجد أناس يلين قلبهم لهذا، حينما تحدثهم عن هذه الحقيقة يبكون. إن هناك يوم اسمه يوم الإبدال في الشام ينتظره إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، يخرج من شيعته أناس للسفياني ويخرج من جيش السفياني أناس ويضحكوا بالمولى صلوات الله عليه. المسألة هي في إقرار العهد ولين القلب للعهد. وأنا عبرت لكم أن إبليس المعاند للعهد الذي كان عنده مشكلة في أن تكون واسطة بينه وبين الولاية. ما الدخل لآخرتك يا أبا مرقد حبك يا علي وما إن كان، ولكن أنه تجعل واسطة بيني وبين اسم آدم، هذا ما أتحمله. بالأخير أخرج منها إنك رجيم، أخرجه. المسألة شرط إمام الزمان في التيمم بلقاء الفرج هو عنوان ماذا؟ الوفاء بالعهد. وقد تجد أقوام معاندين لهذا العهد الإلهي ممن ينسبون أنفسهم إلى الأئمة أكثر مما تجده في أهل بعض أهل العامة أو بعض النصارى أو اليهود. لذلك في الروايات أن من أنصاره هناك من أهل النصارى، أن من أنصاره هناك من اليهود، أن من أنصاره صلوات الله وسلامه عليه بعض العامة إذا عرض عليهم الحق انقلبوا، وإن من أعدائه بعض الشيعة المرتدية الذين يكونون في الكوفة 12,000 يقاتلونه في الكوفة، يقاتلون إمامه. ومعلوم أن أهل الكوفة مو أهل عامة. مسألة إمام الزمان مسألة عهد، مسألة سوف تطرح في الأرض إلى كل الملل. ولذلك حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه يرأف بأهل الكتاب فيظهر لهم ولايته في عيسى بن مريم يدعوهم إليه، وكان يستطيع أن يأخذهم بالسيف، ولكن هم وقفوا على أن المخلص هو عيسى. فإذا ألزموا أنفسهم بهذا الإلزام ألزمهم أنزل لهم عيسى وأشار إليهم إلى الحق. وكثير من القوم يتبعون إمام الزمان ويصبحون من أوليائه. المسألة مش في التعصب الشيعي الذي يتعصب كهوية، لو كان يتعصب للعهد لكنا قلنا أنه على الحق. إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول وأن العالم الذي يحرف شيعتنا عنا لأخطر من يزيد بن معاوية عليهم. قيل كيف؟ قال لأنهم يعرفون يزيد فلا يضلهم، ولكن إذا دخل المفسد من العلماء أضلهم عن أمرنا. ولذلك لابد أن يتمحص كل ذي بطانة ووليشة حتى يدل على أمر المهم. المسألة شرطها إمام الزمان في الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد هو الذي أخرج إبليس من حضرة الملكوت الأكبر بعد هذا العجز، هو الذي جعل بلعم بن بعور مثله كمثل الكلب بعد أن كان بين يديه الاسم الأعظم يخذ للشيء فيكون. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. المسألة في طرح هذا البحث ليس بعنوان التشيع، بل هو بعنوان من يلين قلبه للعهد الإلهي، وهذا في مستوى كل الأمم. لذلك إمامنا الباقر عليه السلام يقول إنه ليخرج منكم خلق، منكم أنتم الشيعة، وبصير ضد هذا الأمر، ويدخل في هذا الأمر شبه عبدة الشمس والقمر، عبدة الشمس والقمر. بكربلاء لين القلب إلى الميثاق الإلهي، هذا شو قال له؟ قال له إن نعرفها أن أسرار إلهية نقسم بها على الله، ما كلفت إلا كلمة واحدة من سيد الشهداء. شو يقول له؟ يقول له أنا هو هذا، حتى يروح ويدفع بنفسه نحو الموت. مش إنه والله إيه آمنت وكثر خيرك وعرفت ويلا لأقسم على الله بشوية جواهر وشوية دنيا، لا، راح لأقصى الحدود، أراد أن يدفعهم عن هذه الحقيقة حتى قتل. هذا لم يدخل في الإسلام، هذا دخل في مقام الولاية،
لأن كل من استشهد في كربلاء أصبحنا نقول له السلام عليك يا ولي الله، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأودع. هذه قيمة العهد. ولذلك إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه فتح بركات السماوات والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. رهنها بأي عنوان؟ رهنها بعنوان الوفاء بالعهد، فقال ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماعا للقلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. ما في تأخير، إذا المسألة عندكم. إمامنا الباقر عليه السلام يقول لابد أن تتمحصوا وتميزوا. ليش؟ لأنه دخل فيكم خلق وفي آخر الزمان لابد من خروجهم عنكم. في أناس مسميين بالشيعة أني أساسا ليس من شيعة علي وليس من شيعة إمام الزمان، دخلوا في هذا الأمر ولابد من خروجهم حتى لا يبقى إلا من أخذ الله منه العهد في الميثاق، كما في جملة كبيرة من الروايات، ويخرج كل ذي بطانة ووليجة. حتى المشرك، مش بس اللي مخفي نفسه. لذلك قال هذا إذن الدخول للزيارة، حتى تكتب زائر أنت مطلوب منك أن تكون صاحب شهادة لهذا العنوان. السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. مش بس عم تنسبه للحجج والخليفة، عم بتقول له دار الوجود من مبدئه الأول عندها سدرة المنتهى التي قاب قوسين أو أدنى، يعني مبدأ الوجود ومشرق الوجود من أعلى إلى أدنى هو تحت نظارتك وتحت عينك، فأنت سلطان الوجود وأنت صاحب الولاية الإلهية المطلقة. هنا بدأ يتحدث مع الإمام بالمظهر الولاية الإلهية. السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى. هون إن ميتنا إذا مات لم يمت، لأن النور الإلهي لا يمكن إطفاؤه بل هو يطفي جهنم. ورد في الحديث أن علي عليه السلام يجوز فوق الصراط فتستغيث تطفأ جهنم، فتستغيث يا علي جز فقد أطفأ نورك لهبي، فقد أطفأ نورك لهبي. نور الله لا يمكن له أن يغلب، إذا ظهر بالظاهر بحسب الظاهر غلب، فهذه من باب استدراك، من باب مثول الحقائق، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولذلك المخالفين في أول الدعوة كانوا يطلبون رسول الله، يريهم رسول الله بعد رحيله، يقول هذا رسول الله، يا فلان سلم الحق إلى أهله. لاحظتم إمامنا زين العابدين عليه السلام هو مقيد، يقول لهم أنا لست بمقيد، انظر نحن قيدنا أنفسنا حتى إذا إجا ولي من أوليائنا يتأسى فينا، ولكن نحن عم نظهر هذه الحقيقة. الإمام الهادي عليه السلام يبكون، يقولون في دار الصعاليق يجلس كذاك الخبيث، قال لست في دار الصعاليق، انظروا فإذ بجنة بين يدي. إمامنا القاضي في السجن يري تلك الجارية التي تدخل عليها أنه في الجنة والنعيم، هذه ليست قيود. أشهد أنك نور الله الذي لا يطفى، ما ممكن عليه الغلبة، وإذا أظهر لك بعض الغلبة هو من باب حماية ما في الودائع وغيره. ومعنى النور الذي لا يطفى أنه لا بيانه ولا أمره ولا شيء يمكن أن تقوم بوجهه حجة. السلام عليك يا حجة الله التي لا تخفى. السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء. وهنا أسند له ولايته على الأشياء خارج مقام الأرض. أشهد أنك حجة الله على جميع خلقه، فكل خلق حاضر وهو يسمع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
على الناس وقد قدمنا ذلك مفصلا. السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله، وهذه أهم جملة، أن معرفة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه يجب أن تكون معرفة إلهية وليست خيالية تبنيها عقول الرجال، إن وجود كحجة الله ناظر لشجرة طوبى وسدرة المنتهى لأعمال الخلائق ومبدئها، لأن شجرة طوبى هي شجرة الخيرات وسدرة المنتهى هي نهاية عالم الكائنات، فكل تقلب مبدأه وحركته تحت نظارته لا يمكن أن يكون من تركيب خيال الخيال، خيال أي إنسان أو حكيم. تاهت العقول يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، تاهت أن يدركوا الشأن من شؤون الإمام. ولذلك هذه المعرفة تحتاج إلى معرفة إلهية، وأن أي معرفة ذهنية تخلقها العقول هي معرفة ناقصة، مخلوق لذهنك وهو ليس إمام الزمان صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشر. السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله وليس أنا، ونعتك ببعض نعوتك. بعض نعوت إمام الزمان موجودة في دعاء الحفيظ العليم الذي ملكته أزمة القبض والبسط، التي أنت أهلها وفوقها، مش بس أهلها وفي شيء بعد ما ظهر عنك. أشهد أنك الحجة على من مضى ومن بقي. ولذلك ورد في الأحاديث يروي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يقول يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال من يشهد على لنوح بالنبوة، يقول رسول الله، فيحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس على كثيب مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فينظر يمنة ويسرى ويقول يا حمزة ويا جعفر قوما واشهدا على نوح بالنبوة. فيسأل السائل الإمام الصادق عليه السلام يقول سيدي أين يومئذ علي بن أبي طالب؟ قال إن علي أعظم منزل من أن يشهد على النبي. لا تتعجب، الخضر ما كان بده يمشي معه موسى تمشي، ولكن بعد أن أخذ عليه المواثيق أن لا يتكلم أخذ، ورغم ذلك ما استطاع أن يتحمل، وهذا من أولي العزم موسى. وموسى وارث نوح وعنده علم موجود عند نوح موجود عنده. فلا تتعجب. أشهد أنك الحجة على من مضى ومن بقي، وأن حزبك هم الغالبون. مقام حزب الإمام هم الغالبون، لهم الغلبة لأنهم من شأن النور، وأولياؤك هم الفائزون. وهذا هو الفرق بين مقام الحزب ومقام الولي. مرة بيكون له الفوز، مرة بيكون له ماذا؟ الغلبة. الفوز هو أن يصبح مظهرا إلهيا، والغلبة هو أن تكون له الحاكمية على الأشياء. وأعداءك هم الخاسرون، سواء ظهروا عليك أو ما ظهروا عليك. الخاسرون هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وهذا هو الميزان، هو نصب الموازين، وهو جعل في دنيا وفي آخر وفي حساب وفي قيام، وجعلوا عالم واحد. وأنك خازن كل علم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، دير بالك، وما ننزله إلا بقدر معلوم. مقام التنزل الله سبحانه وتعالى اعتبره من شأن آل محمد، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تنزل هذا العز الإلهي إلى عالم الضعفاء ليرفعهم إلى عالم الملكوت. ولقد بيّنت مفصلا هذا المقام في الأيام الفاطمية وتحدث، فليراجع هنا. خازن كل علم وفاطق كل رتق، ما في شيء بالوجود بينقص أو بينفتق إلا هو سببه. هذه ناظرة
أنه أن السماوات والأرض كانتا رطبا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الفتق في علو السماوات وبطون الأرض كان سببه لحضرة إمام الزمان وأنك فاتق كل رطق. هيدي على المخفف، في شيء أعظم من هيك. هلا نحن بنمشي بحسب هذا الآيات. ومحقق كل حق، تطبيقه ظهوره تمشية الحق مسيره هو من حضرة إمام الزمان. ومبطل كل باطل، حتى الكلمة من الأهواء من إله الهوى جعلها ضعيفة، هو بوجوده الشريف جعلها ضعيفة. رضيتك يا مولاي إماما وهاديا ووليا. بعد كل هذه الشهادات تقول أنت ترضى أن يكون إمام الزمان الذي هو هذه الصفة، وليس إمام الزمان الذي ترسمه كخيال الأبدان في ذهنك. إمام الزمان هو هذا، وكل شيء تتصوره غير هذا هو معرفة نفسك، لا بما عرفك به الله، معرفة نفسك. وهون لازم نفهم نصرة إمام الزمان هي نصرة الأقوال، لأنه إمام الزمان اللي أنت مصوره شقفة جندي على شوية ذهنك جاي يعمل زعيم بلد، هذا مش إمام الزمان، هذا خيال أنت رسمته. من يريد أن يمهد إلى إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما تلوته إمام الزمان. هل أنت مستعد أن تمهد لهذا وتحترف بهذا فضلا أنك تريد أن تمهد له؟ هل ترضى بهذا ولاية وهداية ومرشد؟ حين ذلك أنت تصبح من أولياء إمام الزمان والمهدين لإمام الزمان، أنت تعرف إمام الزمان، وإلا تكون ناصر رجل يسير على الطريق وربما يكون جبارا في الأرض. لذلك يا إخوان في التاريخ بعض الشيعة خدعوا بمعاوية بن يزيد لأنه شال والعياذ بالله سب أمير المؤمنين على المنبر، أو خدعوا ببعض بين العباس، أو خدعوا بالمأمون، أو خدعوا بفلان، لأنهم كانوا يتصورون مثل هذا الرجل هذا الرجل، وأن ليس بيد هذا كل شيء، ولو علموا أن بيد هذا كل شيء لم استطاعوا أن يخدعوا. كل مشكلة عبر التاريخ في الوجود الشيعي كانت سببها أنه عرف الإمام بهذا بالله، أو عرف الإمام بذهنه أو بهواه، ويريد أواه يريد من الإمام أن يوصله إلى ولاية، إلى مال، إلى جاه، إلى سلطنة، إلى ترفع. هذا هواك، هذا ليس إمام. الإمام الذي تريد أن تمهد له هذه هي شخصيته، مبدأها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه. إماما وهاديا ووليا ومرشدا، لا أبتغي بك بدلا ولا أتخذ من دونك وليا، أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه، وأن وعد الله فيك حق، لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد. ليش؟ يعني أعلم أن الحياة أنت منبعها وأنت أساسها، وأنت وهبت الخضر الحياة لأنك خازن كل علم، وخازن كل علم خازن كل قدرة. نعم، وأن وعد الله فيك حق، لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد. من يعرف إمام الزمان بما قدمناه لا يرتاب، ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك، منتظر متوقع لأيامك، وأنت الشافع الذي لا تنازع والولي الذي لا تدافع. ذخرك الله لنصرة الدين وإعزاز المؤمنين والانتقام من الجاحدين المابقين، أشهد أن بولايتك، وهذا حد فاصل آخر، تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. فمن جاء، وهناك طائفة وقدمت أني آيات على هذا، أنه من التزم بالميثاق الإلهي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذه ليست للأمة المرحومة بل لبني إسرائيل الله حطها. فكيف بأمة تنتسب إلى إمام الزمان كرامته لابد أن تكون أعظم. نعم، وتمحى السيئات. فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك،
هناك الشهادة في الميثاق، وهذه أثار العمل والانعكاس عليه، وهذه الرتبة الثانية. قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. ومن عدل عن ولايتك وجاهل معرفتك واستبدل بك غيره كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا قط. أوردت لكم قصة إبليس وهي مفصل لهذا العنوان. أشهد الله بعد ما تقدم كل هذا، وأشهد ملائكته، وأشهدك يا مولاي. أشهد مين؟ أفضل الملائكة وحضرة إمام الزمان. بهذا ظاهره كباطنه. هذا مصيبة إنك ما تكون شهادتك شهادة لقلقة لسان، بل يجب أن يكون هذا في بطنك مثل ما بتقوله بلسانك. وهذه الشهادة خطرة، علينا أن نروض أنفسنا حتى نوصل إلى هذا الأمر، إنه هذا هو اللي بكنه بباطني، هذا اللي انشرح صدري إليه. يقول إذا ذكر فضل آل محمد انشرحت صدور قوم المؤمنين. وبعض الصدور يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء، ما يقدر يتحمل. هذا ليس مواليا ولا متخذه إماما ومرشدا وبليا. اللي بيخل بمصداق من هذه الشهادة، سواء كان بالمقامات أو سواء كان بأتباعه وآثار متبعيه، قبلت أعماله وصدقت أقواله ومحيت سيئاته، هذا يجب أن يكون شهادة مولعة. كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك. وهو عهدي إليك وميثاقي لديك، هو عهدي إليك وميثاقي لديك. إذن لحديت هون اكتشفنا عنوان العهد الإلهي. إن شاء الله نبحث كيف يصبح المرء وفيا بهذا العهد حتى يظهر عليه حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه. إلهي بفضائل الحجة بن الحسن أعنا على أنفسنا بما تعين به الصلحاء على أنفسهم، ونعوذ بك أن نظل ونخزى فلا ينفع حين الضلال عمل، ولا تقبل صلاة ولا يزكى ونكون صغار، ولا يكن لنا قيمة بين يدي الله يوم القيامة. إلهي اجعلنا من خدام نعالك، وارضي قلبه الشريف عنا، واحفظ أنصاره. إله الحق آمين رب العالمين وأهل بيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.